طيب عندنا ايه؟ كيكه الليمون، عندنا بيض طبعا، الحاجات الكيكه العاديه خلاص تعودنا وحفظنا وبقينا شاطرين جدا جدا في الكيك على فكره وانا معاكم. عندنا زيت وعندنا بيض وعندنا دقيق وعندنا سكر وعندنا فانيلا وعندنا بيكنج باودر، دي الحاجات الايه الاساسيه في اي كيكه. طيب هنزود عليها ايه بقى النهارده؟ النهارده هنزود بيكنج سودا، خلاص ده اللي هنزوده عليها، بيكنج سودا، عصير ليمون، زبادي، بشر ليمون. يبقى احنا زودنا النهارده اربع مكونات، الزبادي وبشر الليمون وبيكنج سودا وعصير ليمون، ووصفه الكيكه العاديه اللي احنا متعودين عليها دي وسكر وبيض وزيت وبيكنج باودر وفانيلا ورشه ملح. خلاص طيب هنزوق الكيكه بتاعتنا الحلوه بايه؟ هنزوقها بلبن وسكر بودره عشان نعمل الجليز. الجليز ده اللي هو بيبقى حاجه كده بتبقى سايحه كده بارده حلوه قوي، وهنحط معاها عصير ليمون ونجرنش بايه؟ بشرايح من البرتقال والليمون. خلاص تعالوا بقى نبتدي. اول حاجه هنحط البيض معاه الليمون، البيض مع الليمون مع الفانيلا، ونضرب كويس قوي، وانا بضرب هحط السكر معاه. طيب هبتدي احط ايه بقى؟ هحط الزبادي اهو دلوقتي، زبادي بعدين الزيت. اوكي هلخبطهم بس كويس قوي. ماشي هبتدي بقى احط على دي البيكنج باودر، البيكنج سودا، رشه الملح، هلخبط. بشر ايه؟ الليمون، الاداليا، اهم حاجه يبقى اداليا. ماشي بس تمام قوي كده، خلاص كده الريحه اصلا ريحه ليمون بطريقه جميله. طب هنعمل الجليز كمان بالمره. عايزين مسك. بصوا بقى، اول حاجه هنحطها هي السكر البودره قبل اللبن، بعدين هحط عصير الليمون، اقلب كويس قوي، احط معاه حبه اللبن لحد ما احس ان هو بقى كريمي شويه، ما نزودش قوي اللبن اهو. خلاص طيب تعالوا نحط ده في قالب الكيك عقبال ما ايه ما يجيبوا لي سكر البودره اهو. نحط عليه نقطه زيت او زبده ونحطه في قالب الانجليش كيك، دي بتبقى حلوه قوي. او طبعا ممكن تحطوه في مدور زي ما انتوا عايزين، يعني الكيكه دي بالذات على حسب ما انتوا بتحبوا.